انا في الدار الصباح تميت غادي تقال لك اخويا ولدك مصطفى هو فين ميت وشاهدين الشهود راهم 6 ولا 7 معاه هما اللي شاهدين راني ما عرفتهم ما عرفت شكون الشهاد اللي شاهدين معهم قال لي هما اللي تلاو مع ولدك راهم شاهدين شهادة ثابتة تهموه هما اللي كانوا مع الدراري هما مات 5 ولا 6 شاهدين بجوج اللي تلاو معاه قال لك هما اللي قتلوه كنطالب الحق المدني راه ضيعوني وخلوني انا عاد انا عتقا قاعد في الطريق بحال الهبيل بقيت انا ومو بقينا يدالا بقينا قاعدين نشوفوا ما كاين لا فين حدودنا الى الله ملي نمشيو على الملف اللي قعد في القلعه 5 سنين وحنا كنطيحوا حنا كاع المحكمات كلهم جيت فيهم انا تلونا ملي مشينا نسيبو قالك سيرو تسيبو في مراكش ملي مشينا للنيابه العامه تسناه مازال ما لحقش بحرام الملوك هذا حق ديال الاسلام هو مات ونديرو حنا نتحركوا نموتوا كان ما نبقاو نديرونا في الدنيا ملي عاد غا القتال الحق عدى القلعه راه والو هذا خويا هذا تكرفس عليا بزاف هرسني من يدي وضربني العين ها هي مضروبه ليها ها يديا ها ماي تكرفس عليا بزاف وفي الاخر صحابو اللي كان معاه تشادوا بعامين وهو تشاد بشهر ما عرفنا كيفاش هادشي خصنا العدل وين العدل الله يرحم والدين انا تكرفس هاد عوقت في ولادي عقب هنايا ما لقيت باش نصير على ولادي كي غندير هادشي يلا وريني كندير هادشي مشيت عند بنتك من 10 حتى 7 حتى 6 هي اللي دخلنا نصلي الطيس انطوليا ما نعرفش كيفاش هادشي لا جدي ما علاش ما يديروا ما يجاوبني في الاول قال يجي من 10 جيت من 10 حتى 6 ديال العشيه اللي دخلوا نستجبوا لي كيمشيو يجيو عليا علاش كيمشيو يجيو عليا غير بغيت نعرف انت كيفاش القضيه كيفاش تحكم بشهر صحابو تشدوا بعامين وقلت شهر بشهر الله يرحم والديك شوفوا كيفاش هادشي هذا تركت ولادي يعقوب خطره واحده ما بقاش يقدوا يشهدوا فيهم انا تلقى لي في رمضان تقريبا نهار 20 في رمضان ولا 25 امام جماهير هنا فوق واحد 1000 ديال البشر خو بالسيف جاي شي رعيو صات الشانطي هذا هذه 5 شهود دفعت الاولى الشكايه لعاد الجدرميه ما عيطوش ليا كاع صيفطوا حدا في المحكمه الان ما عيطوش ليا وكاين 5 شهود وكون ما تشد ليا 100 تشد ما تكون حاضره واحد 400 ديال البشر تيشير عليا بالسيف وسط الكودرون وسط الشانطي هنا وسط بنادم تمشي عندهم تقول سير حنا نحتاجوك انت تحتاجونا الله اعلم انت 2080 ولا تنموتوا ولا شو يحتاجونا تقول سير تنحتاجوك هنا ما عندنا لا حكم لا والو قال استرغنا هنايا ما عندناش كاع بالكل انا ملقيا امام هذا البشر كل هذا بنادم اللي واقف درك يكونوا فيه واحد 10 ولا 15 شافو ملقيا بالسيف تيشير عليا وعيط واحد من الحوت قدادا قال شوف انت اش قال لي كاع وقت شوف تيشير عليا بالسيف وسط الشانطي هنا وسط ولد يعقوب كل مره تيشوفوا وكان يشوف عندي ما 6 ولا 7 والله ما عيطوا لي ما تيعيطوش لهم كاع بالكل ومن هذا قاتل وشحال مهرس ديال البشر مات 7 ولا 8 وحكم عليه بالشر وهاك الشر كان اللي ما يعطيوش ليه كان اللي يشدوا الاخرين اللي مضروبين وهو يطلقوه يبقى يدور هنا في ولاد يعقوب هادشي هو اللي طلع ما عندنا صاحبي لا حكم لا والو 5 سنة جا من بلادي كان طالع الساس كيصحوا لي بلادي وجا في الطريق شفتو سار بحال القطار راه باعوا كان ديال القشه وباعوا وجاي راكب على الحمار وجاي غافل حتى لقيت الحجره جاتني في الكتاف بدا قرفت الحجره درت في الشوارع رجعت عدو وعدني بالحجر هرس من يدي من صباعي منه كيعودني بالحجر راقد هاد السيد هذا انا هذاك النهار كنت غادي مهول للبلاد عندي كان طول مع المغرب قرب العشاء تسطو سار هو خو في الزيتون كيهرسوا لي في الزيتون ملي جيت عندهم بنجري عليهم الغلم جاو لي بالسكاكين ما نفعني منهم الا الفرار تبعوني حتى للدار ديالي وعيط المقدم ما جاش وهاد السيد هذا راه معروف اجرامي خطير قاتل شحال واحد السيد قاتلو وشحال من واحد مهرسو معروف على الصعيد العالمي ديال ولاد يعقوب في اقليم قلعه السراغنه ودروك رد كان ضرب واحد السيد توا من عندنا من الدوار ضربو وتكرفس عليه هو عنده الجنايه وحكموا عليه بشهر ما نعرفش هادشي كيفاش وانا مهدد دروك بالقتل وجات مو حتى هي هدتني في الدار ديالي قالت لي راه غادي نقتلوك ما غادي تبقايش وفعلا لا قال لك نقتلك يقتلك واحد السيد توا هربوه من البلاد راك توا كرفسوه كاع ترقد في بيت خطر كان تا مشى للغيبوبه كاع وراه عقب المسكين خرج هربوه من الدار ديالو وكاين الناس اخرين هما تاهما كاين الشكايات شتيهم عندي ديالي انايا دفعت وحده حتى لمراكش والو ما كاين حتى شي حاجه وكنطلبوا من سيدنا يتدخل في هذا السيب اسرع وقت وتكرفسوا على الناس الزيتون ما بقاش ديالنا البلاد ما بقاش ديالنا تمنعنا من الملك ديالنا تمنعنا وبزاف تاع الناس هنا ممنوعين من الملك وهادشي لا هاد الناس كيفسدوا في الارض والله عز وجل يقول في القران ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وهاد الناس راه كيفسدوا في الارض راه فسدوا الارض مزيان هنايا ما ماشي حاله لا يرثى لها وكنطالبوا من سيدنا يطالع بينا بهاد القلعه راه ما كاينش المدخول ما كاينش الاجراءات اللي عاطيهم سيدنا ما كيديروهاش راه ضعيف هنا مشى ما بقاش ياكل حقه في البلاد الملك تمنع منه بتشد الماء ما بقيت تقدرش عادوا كيتلبدوا لك بالليل بسيوفتهم والناس ما بقاش كتقد تشد فيهم اللي شاد فيهم كيضربوه كيصوتوه القاتل نيس وانا راه مهدد بالقاتل انا ما كينفعني الا الفرار كنهرب ومشيت عند الجندارم قال لك الشهود واش الليل كاين فيه شهود الليل راه ما كاين فيه شهود عاد الناس اسيدي فهاد ولاد يعقوب هنايا راه قاتلين مهرسين
قال عيد البلادات المواليه كيحشوا الناس الزيتونه، تيحلبوا لها الزيتونه، تيحشوا لها القمح، تيحشوا لها الزرع، البلاد صافي ثابت. دابا انايا راه معرضين ليا هما ثلاثه، واحد قدموه حكموا عليه بشهر وجوج ما شدوهمش، واحد ماخر تليفون تيحكموا عليه باربعه سنين، وواحد داير كاع الجرائم محكوم بشهر. هذا قانون سفراتي كافيه 27 يوم، وداو الشهود، واحد ولد عمته وواحدين بحالو كيخلط معاهم ويسرح معاهم. شاهدين اليوم انا في شهر 4 15 في 4 وهادو ما داوهم حتى شهر 5 تتقبض. عاد 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 بانوا الشهاد ديالهم ويديهم الدور الاول الشهاد ديالهم. انا من 2006 دعيت معاهم وفلات ليا، كنجريو عليه من هاد الجهه، كنصمط ليه هنا، كيجي خبز ليا من هنا، كيدور من هاد الجهه، ما خليتماش لويت معاهم، ما شد لي وديما صامت في البلاد. وانا حتى جات واحد السيد عمان الرباطي اللي باش عادوا الجدر ملي كيسول فيا، كان شي عادو كيقول دروك نشدوهم دروك نشدوهم دروك نشدوهم. وجاتهم السيد عمان الرباطي اللي عاد كيدق عليا في الدار كيقول فين كاينين، كيجيو 6 5 اللي قعدوا كيجيو يسولوا فيهم، كيقول كنقول لهم ما كاينينش.